فليس كما أراد أن يروج له المروجون من الحلبيين وغيرهم. فإننا ولله الحمد وجميع مشايخ الإصلاح دون استثناء لسنا من الحلبيين ولا على منهجه المنحرف ولا على المنهج الجديد الفاسد لعبد الملك رمضان هداه الله. كل ما في الأمر أننا تأخرنا عن الإدلاء بما جرى في تلك الجلسة لوجهة نظر ارتأيناها نابعة عن اجتهاد وقصد حسن.